مساء الخير. كيفكم؟ اهلا وسهلا فيصل. فيصل عتيبي طبعا يعني غني عن التعريف، مخرج افلام وثائقيه. اهلا وسهلا فيك. الله يطول عمرك. تسلم. الله يسلمك. الله يبارك. طبعا مشاهدينا زي ما شفنا سوا كان هذا تريلر من فيلم القط. فيلم القط صحيح؟ صح جبتها صح. فيلم القط هو نوع من انواع الفنون العسيريه. القط هو فن تزيين المنازل في عسير. طبعا يتم تزيينها من الداخل بمجموعة ألوان جميلة وبرسوم كذا متوارثة. يعني هو فن تقليدي أساسا وفن قديم جدا. كان في الماضي يعني السيدات يعملونه من الطبيعة، يعني من الأشجار ومن الحجر، ويعملون فيه التشكيلة. وفيما بعد وصل مرحلة أنه كاد يندثر وتم إعادة إحيائه، يعني بالذات على يد فاطمة أبو قحاص، فنانة معروفة في منطقة رجال ألمع بالتحديد. وبعد كذا انتشر، يعني الآن يعني انتشر بشكل قوي جدا، صار يقام له دورات، صار يعني يدخل فيه حتى منتجات جديدة زي الهدايا، زي التحف، يعني انتشر بشكل أكبر. وهو فن نسائي خالص 100%، ويعني فن جميل صراحة، وهوية عسيرية أصيلة. طب هل هذا هو سبب اختيارك للفن ده تحديدا في الفيلم، انك انت خفت انه ده شيء يندثر فحبيت ترجع تحيي من جديد؟ هو طبعا انا احب دائما خليني اقول لك الاشياء اللي هي تعبر عن هوية المكان، والاشياء اللي هي تكون لها ثقافة محلية خالصة، وهذا كان متوفر في فن القط. وأعتقد أنه فن عالمي، يعني مو بس محلي، بدليل أنه جاء وفد فترة طويلة من جامعة السوربون عملوا دراسة كبيرة عن هذا الفن. قبل فترة تم يعني قامت مجموعة من الفنانات في عسير بالذهاب إلى مبنى الأمم المتحدة في نيويورك ورسم جدارية كبيرة في بهذا الفن في قاعة الأمم المتحدة، موجودة لحد الآن. لازم نقول للمشاهدين أن الفيلم حصل على يعني جائزة ثالثة في مهرجان ريغا الدولي صحيح للفنون والسياحة. صحيح. طيب يعني تحس أنه حصوله على الجائزة الثالثة كان شيء يعني وصلت اللي تبغى تقوله؟ طبيعي، يعني مهرجان ريغا الدولي للأفلام كان في بداية هذا العام في شهر أبريل الماضي، وكانت منافسة كبيرة جدا. يعني المسابقة كان فيها 600 فيلم، فإنه هذا الفيلم يأخذ المركز الثالث هذا إنجاز، يعتبر إنجاز كبير، ويعني يعتبر شيء من الأدوار اللي صراحة تكون فيها الأفلام السعودية، اللي هو التعريف بالبلد والتعريف بثقافة البلد وأهل البلد. أنا أحس إنه هذا النوع من الأفلام كمان يعني بيعمل زي النقلة للثقافات حتى للأجيال الجديدة، بما إنه هو أوريدي كان نوع من أنواع التراث وكاد أن يندثر ورجع ثاني مرة، فكيف إنه الواحد بطريقة فيلم بيروح لأماكن مختلفة في أنحاء المملكة، ما بقدر نتكلم على مستوى الخليج أو العالم. فجميل إنه هذا النوع من التراث إنه يرجع ثاني مرة نوصله لأجيال دوبها بتطلع. هو هذا شيء من أدوار الفيلم حقيقة، يعني الآن الأفلام من أقوى الوسائل تأثيرا وإقناعا. والصورة لغة عالمية لا تحتاج مترجم أصلا، يعني مثل ما كان في صورة جميلة وقصة واضحة ومتسلسلة الأحداث سيفهمها من كان، يعني لا تحتاج ترجمة يعني. وهذا اللي نعمل عليه في أفلامنا، يعني أنا وزملائي مخرجي الأفلام السعودية. طب معانا برضو حتفضل أستاذ فيصل، لكن في خبر مستمرين في صناعة الأفلام، وعندنا خبر أنه انطلقت ورشة تدريبية ضمن مشروع التصميم الفني ترعاها بتنظيم من الإدارة العامة لنشاط الطالبات في تعليم الرياض بالتعاون مع جامعة الأميرة نورة، وذلك من خلال برنامج لقاء، ويتناول البرنامج ده تصميم الأفلام القصيرة. لحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم معنا عبر الهاتف الدكتورة إيمان الدريهم، مدير إدارة نشاط الطالبات بمنطقة الرياض. أهلا بك أستاذة نور. إيمان حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعد الله مساكم جميعا. أهلا دكتورة إيمان. بداية، هل من خطوة قادمة لاعتماد هذا النوع من ورش العمل في مختلف الجامعات؟
طبعا لا شك في البداية أن مشروع التصميم الفني هو أحد مشاريع خطة وكالتي التعليم بنين وبنات العام 39 لهذا العام، وهنا نشكر إدارة العامة لنشاط في الوزارة على هذا المشروع التنموي. الحقيقة إدارة التعليم الرياضي هذا العام هي الإدارة المستضيفة العام وشريكنا العلمي هذا العام هي جامعة نورة. العام الماضي كان في جدة وكان الشريك العلمي هو جامعة الملك عبد العزيز. فالوزارة مقدمة على هذه الشراكات، نعم، والتنقل. نعم، جميل. طيب ممتاز. هل يعني ما أعرف، أنا كنت أبغى أسألك يعني بعد هذه المشاركات، هل من الطالبات المميزات اكتشفتوهم خلال هذه الورشة؟ إيه نعم، طبعا هناك ورش، وهذا المشروع هو لا يقف فقط عند صناعة الأفلام، هو يقف عند تصميم الأفلام القصيرة وتصميم الأزياء وتصميم القصص المصورة وبحث علمي فني في ذلك. هذه هي عبارة عن أولمبياد كاملة للتصميم الفني. فيما يخص تصميم الأفلام، أطلقت مسابقة تنافسية في تصميم الأفلام القصيرة اللي تواكب العصر بتقنيات حديثة. طبعا يكون تصميم من الطالبة الفيلم القصير فكرة حول الحالات الإنسانية بسيناريو من الطالبة وتطور القصة وكاملها وتطبيقاتها ومراحل الفيلم صوت وصورة. هذا تم من خلال تأهيلهم بورش تأهيلية متخصصة. كانت معنا دكتورات جامعة الأميرة نورة، تقدم لهم بالشكر الجزيل. بداية مع العميدة سعادة الدكتورة هدى العميد، وعميدة كلية التصاميم الدكتورة ندى النافع، ونائبتها الدكتورة سوزان اليحيى على دعمهم للاستضافة في منطقة الرياض. يعني أجادوا علينا بعدد كبير من الدكتورات المتخصصات في هذه المسارات، ولأن وزارة التعليم الآن هي عبارة عن تعليم عالي وعام وتقني كلها في مظلة وزارة التعليم، فالتكامل بيننا في التعليم العام والتعليم العالي هو أحد المطالب التي وجه لها معالي الوزير أحمد العيسى. لذا كانت التغذية من التعليم العالي للتعليم العام اللي هم طالبات المرحلة المتوسطة والثانوية كان تأهيل قوي، وهذا طبعا لا شك أنه يستجيب إلى المطلب تأهيل الطلاب إلى السوق العمل اللي تسعى له وزارة التعليم العالي بالمملكة، أن تأهل مهارات عامة للطلاب وأساسيات لمواجهة متطلبات الحياة الحديثة، بالإضافة إلى المهارات التخصصية لكل مهنة اللي تغطي جميع المجالات المهنية والفنية عند الطالب. نعم دكتورة إيمان، شكرا على مداخلتك. نكمل ده أستاذ فيصل، أنت إيش رأيك وكيف تجد هذه الورش، كيف أنها تنمي اللي عند البنات؟ والله شيء جميل حقيقة، خطوة جميلة، وأبارك لهم هذا التوجه. ويعني صناعة الأفلام يعني هي صناعة ناشئة في البلد وصاعدة وتتطور، وبحاجة إلى أنه يكون فيه كفاءات وفي جميع التخصصات. يعني في حقيقة تخصصات ينقصنا فيها كثير، يعني في الصوت، في المكياج، في الخدع السينمائية، في الجرافيك، أشياء كثيرة. يعني هذا التوجه جيد حقيقة. يعني ما تشوف أنه الحين في بنات بيسووا مكياجات سينمائية، صاروا ما شاء الله عندنا مخرجين ممثلات، مخرجات عفوا ممثلات، يعني دخلوا شوية من هذا، يعني بانوا. هو موجود، بس انه اللي اقصد انه فيه تركيز مثلا على الاخراج، على التصوير، تحصل ليش؟ لانه فيه هم اللي يحصلوا على الاضواء، فكثير يحبوا هذا يعني التخصص. لكن في تخصصات اخرى يحتاجها الفيلم، هذه اللي اعتقد فيها نقص، وهذا اللي يتمنى من يعني مثلا من جامعه الاميره نوره ومن جميع الجهات اللي الان دخلت في مجال تدريب وتدريس الأفلام أنه تهتم بهذا التخصصات. طيب أستاذ فيصل، يعني عرفت أكثر بالأفلام الوثائقية، هل تحس أنك أنت ممكن تغير تطلع عن هذا الإطار أو لا؟ لا ما أتوقع، هذا مجال حبيته من البداية ومكمل فيه. طيب احنا نشكر تواجدك معنا اليوم، وطبعا كالعادة ضيوفنا ما يخرجوا إلا بشيء بسيط. شكرا جزيلا. شكرا. الله يعطيك العافية، حياك الله معنا اليوم. مشاهدينا نطلع فاصل ونرجع نكمل باقي الفقرات.